ازيك يا صديقي، عامل ايه؟ يا رب تكون بخير. فيديو النهارده هيكون مختلف شويه على القناه، علشان هنجرب فيه لعبه جديده، وهي لعبه ملك الشاورما. اللعبه دي من وقت ما نزلت بقى لها زي اسبوع مكسره الدنيا، حبيت اجربها معاكم. وبصراحه دي اول تجربه ليا، فيلا بينا نبدا. خلينا نحكي عربي دي في البدايه. طبعا زي ما انتم شايفين لغات كتير، معرفش مين هيلعبها في كل ده، بس شكلها هيبقى لها شعبيه كبيره. وبالمناسبه اللعبه كمان موجوده على ستيم، يعني اللي عايز يشتريها يقدر يشتريها على ستيم. ألعاب بطاطس، عملوا لعبة قبل كده وتقريبا كانت ملك الطعمية. يا شاورما يا شاورما، اسمع اسمع. أحلى شيء بحياتي يا شاورما، أسطورة الشاورما، أحلى لعبة، والشاورما هي أطيب أكلة. خلاص بقى. الصبح ناكل شاورما. بصراحة كبداية كويسة. خلينا نعمل بلاي. طبعا انا مش عايز الموسيقى دي خالص. زي ما انتم شايفين قدام اللعبه تقريبا سوري، يعني ماشيه في اتجاه سوريا لبنان. المصاريف صفر اليوم الاول، والمتجر والبيت. طبعا المتجر ده تشتري حاجات او مكونات او اضافات جديده هتشتريها في المتجر اللي انت هتكون بتبيع فيه، او المطعم اللي انت شغال فيه. وفي البيت اليوم، خلينا نبدا. ابدا اليوم ونشوف ايه التفاصيل اللي هنلعبها. اهلين وسهلين فيك بعالم الشاورما. جاهز لتصير اسطورة الشاورما؟ ما رح اساعدك كتير، رح اتركك تستكشف المطعم بنفسك. بتمنى لك وقت ممتع. يلا يا حاج، اصنع ساندويتش شاورما. طيب اعمل ايه؟ نمسك السيف ونقطع. أظن كده كفاية. وبعد كده بطاطس ده هنعمل بقى حاجة؟ مش هنعمل بقى حاجة. نفتح الرغيف. طب ايه اللي يا حاج؟ ايه شو بدك هلا؟ ده سابني ونام. طيب في هنا ايه؟ بطاطس. بنقطع البطاطس قبل ما نعمل اي حاجة ونحطها هنا عند ما تستوي. طبعا في عد تنازلي، مستنى يخلص. لسه بقى البطاطس. حطينا البطاطس، واخيرا اول ساندويتش شاورما هنعمله. هنلفه. ايوه ونطلع طيب معلش معرفش. يا سلام، تعالى يا زبوني، عايز ايه؟ عايز ساندويتش شاورما. طيب اتفضل يا غالي. في الفلوس. انصحكم يا جماعه بتجربه اللعبه. اللعبه بصراحه جميله جدا. بالمناسبه ان شاء الله الفتره اللي جايه يبقى محتوى القناه كله شبيه لحاجه زي كده، يبقى فيه العاب وحاجات كتير. ولو عندكم حاجه حابين نقدمها في القناه بلغوني في التعليقات. طيب ده عايز سندوتش كمان. نفتح الرغيف ونبص. خلاص كده حفظنا الايه ماشيه ازاي. بس انا ملاحظ ان الخلفيه مش كويسه. نلف الرغيف. الزبائن بدات تزيد. ساندويتش تاني كمان. طبعا احنا بنستعرض بس اللعبة. طيب بصراحة يا جماعة انا اشوف اللي شفته بيلعبها كان مروان ريحان، وبعد كده حبيت ان ابحث واشوف مين لعبها تاني، لقيت الكل بدأ يلعبها. فحابب اشكره قبل اي حاجة. لازم نلف السندوتش بالشكل ده ونغلف. خد ده كان زعل، احنا لسه اول يوم. طيب يا حاجه اللي عند الارحه ممكن اصدعكم بسبب صوت التكتكه، فهحاول امنع الصوت ده خالص. طيب اليوم الاول مش هيخلص ولا ايه؟ ناخد السيف ونقطع. واسع يا حاج، الوقت هيخلص خلاص، مش هعمل حاجة تاني. انتهى اليوم. مجموع ارباحي 35 عملة. عسل، احسن من مفيش.
و18 زيادة عليهم بقوا 53. في النهاية احب اقول لكم يا جماعة، اللعبة تستاهل التجربة، نزلها، هي موجودة على جوجل بلاي، اكتب ملك الشاورما هتلاقي اللعبة موجودة على طول. احب اعرفكم بنفسي، انا شريف صاحب قناة شيفو بلاي، جديد لسه على اليوتيوب. كان عندي قناة قديمة وكان فيها 75,000 مشترك، ولكن للأسف حصل ظرف من 3 سنين فاضطريت ان ابعد عن المنصة خالص، واخيرا رجعت لكم من جديد. واستنوا مني فيديوهات جاية. وعايز اقول لك حاجة، لو عندك فكرة عن لعبة او حاجة معينة بلغني بيها في التعليقات، وان شاء الله قريب هتتفرجوا على حاجات جديدة في القناة. واستنوا بقى محتوى البيس ومحتوى الفيفا والمحتويات اللي انتوا هتطلبوها مني، واشوفكم في فيديو جديد.